أفضل هداف في تاريخ الأرجنتين وأفضل هداف في تاريخ منتخب الإمارات ودوري الإمارات والطاقم المصري. هذه المسة يا علي، المسة، تأكد هل هو بشر مثلنا، هل هو بشر مثلنا مثل ما فعل طبعا بوفون عندما طبعا وضع يده على رأسه وقال بعد ذلك جملة الشهيرة: كنت أريد أن أتأكد هل ميسي بشر مثلنا. وطبعا هو بشر مثلنا، ما في شك في ذلك، ولكن موهبته هي التي تختلف عن كل لاعبي كرة القدم في العالم.